هذه لازم احنا كمسؤولين راح تنحل باذن الله، وما راح تكون هناك في شعب مغلقه، ولا راح يكون هناك في طالب بحاجه الى ماده وما يسجل فيها. يعني هذا انا اقولها على الهواء الان، قضيه الشعب المغلقه لازم تنتهي. وانا يمكن ايضا الدكتور احمد الاثري يسمعني والمسؤولين داخل التطبيق يسمعوني، ان الشعب المغلقه لازم تنتهي ويتعامل معها بكل وضوح وبكل شفافيه وبكل ولن آخر أهمية بالنسبة للطلبة، أن لازم طالما أن هنا التطبيق وفرت فرص تعليم للطلبة لازم الشعب هي تفتح بحسب اللوائح الموجودة في الهيئة التطبيقية.